السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الجولة في واحد المدينة اللي هي رائعة جدا، مدينة اللي زوينة بزاف، اللي هي مدينة شفشاون. مدينة شفشاون غنية عن التعريف، مغاربة ولا اجانب كيعرفوا هذه المدينة الساحرة. هنا غادي ان شاء الله نشارك معكم هذه الطريق، هنا بحال جايين من تطوان. هذه الطريق ان شاء الله غادي ندخلوا شفشاون، وغادي نشارك معكم بعض البلايص اللي فيها. انتوا معايا وفرجة ممتعة. الناس اللي كيكونوا واقفين هنايا في الطريق راهم كيكونوا هازين السوارت ديال الديور، كيكريو الديور هنايا اللي بغا يكري. الثمن ديال الديور كيكون مناسب، وكيكون على حساب الشهر معاش مشيتو. في شهر 8 ولا كيكون شويه طالع في الصيف، مازال في ايام الاخرى كيكون شويه. في شهر 6 راه كان الثمن دار زوينة، وكانت ب 250 درهم، يعني ثمن مناسب. ولكن ما صورتش لكم الدار، مرة أخرى إن شاء الله ونشارك معكم الديور اللي كاينين تما. المهم انا كنشارك معكم الاماكن اللي كاينين هنايا، ولكن ما عرفاش سميه الاحياء ولا سميه البلايص، حيت ما كنعرفش مزيان شفشاون. شوفوا معايا هاد المدينه شحال زوينه نقيه، وكتمشيو ليها كترتاحوا نفسانيا حيت كتلقاوها نقيه وكتلقاوها منظمه وكلشي فيها زوين. كتلقاوها يعني مختلفه على جميع المدن، يعني تقريبا كاينين مدن في الشمال بزاف اصيله وداكشي بزاف اللي بحال هكا مديرين اليوم هاد الصباغه وهاد اللون في الزرق، ولكن شفشاون كتبقى دائما متميزه.
انا مره كنقطع الصوت حيت كتكون شي موسيقى يقدر يكون فيها حقوق، داكشي علاش مره كنقطع. كما شفتوا معايا في الاول شاركت معكم الدخله ديال الشفشاون طريق تطوان هنا الخرجه بحال غادي نشدوا طريق الحسين. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، شكرا على المشاهده، الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.